بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: متى وقت صلاة الظهر، وما حكم من يؤخرها باستمرار حتى في غير الحر؟ وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني زوال الشمس من على الرؤوس إلى جهة الغرب، هذا أول وقت الظهر، ويستمر إلى دخول وقت العصر، كل وقت للظهر. ولكن على المسلم أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، خصوصا مع الجماعة، فلا يتخلف عن الجماعة، يصلي مع الجماعة ولا يقول الوقت واسع، لا، يصلي مع الجماعة. وإن كان ما عنده جماعة يصلي في أول الوقت، لأن أفضل العمل كما سبق وأحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها.